الزينة لبست خلخالة وصارت تتباهى بحالة، كل ما تتلاقى بخيال قلو يا خيال انزال، كل ما تتلاقى بخيال قلو يا خيال انزال، الفرس بدا خيالة بدي بدي وشي بدي وغالبي أموري. بعدك ملك المسارح، فيك البركة. وبعد الغناء مرجلي؟ لا، الغناء صار فن وحضارة، لأنه بعتبر أنا الفن من حضارة الشعوب، مفروض نرفع اسم لبنان برا بكل شيء عم نعمله من فنون. وردي حمرا المثلي سمرا بيصير مثل باقلي. كل واحد منا بفتكر اللي عم بيحضرونا ببيوتهم واللي موجودين هون أخذته على قصة. أنت وين أخذوك هالأغاني؟ أخذوني على أيام كانت كتير كتير حلوة. أيام أول ما بلشنا هيك كنا مع بعضنا كانت أيام كتير حلوة، وال يعني مع هالوضع هديك الأيام كانت لسا أحلى. نطرني 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 عالشباك، غناني وحكاني بلش يرمي الشباك. لما وقفتي هالمسرح هلا شو حسيت؟ مرات بحزن، دمعتي على الأيام القديمة الحلوة، على الفن اللي كان فيه تعب، تحزني. اليوم صار سهل؟ ما في أسهل من الفن. أبواب الناس كلها وبالآخر للأبواب، سكر أبواب الناس قلبي بينسى كل الناس ما بينسى أغلى أحبابي. حبي للناس والجمهور أكيد كبر أكتر، لأنه صارت الناس والجمهور كله العربي وكله صار عائلتي الكبيرة. نعم. بس يمكن استاذ مارون استاذ مارون نمنم بكم ما توخزوني، ناطرت ليندا بس رايح لعندها هلا برجع بشوفكم، حرام ما في اخر عليا يعني. ناطرينك ليندا ليندا يا ليندا، بعدني جاي من عندها واحد طلبها واحد خطبها واحد عبدها. لو ما عنده إرادة، لو ما عنده هدف، لو ما عنده أمل، خاصة هاي البلد بلد القداسة، الحمد لله أنه الأمل ما بموت فيه أبداً بتاتا. سمير يزبك، وإن شاء الله المرة الجاية منتقي هون أو بأي مطرح أو على أي مسرح. رح تتشع اسمين صغار وبترجع تتذكرني. لما تكون أنت عم تعملي شيء للفن للفن، غير ما تكوني عم تعملي شيء فن للتجارة. أنا كنت فن للفن. ضليت الحلو شعر طاير على خدها، قلبي من يوم يا قلبي ما عاد يتهدى. مساء الخير، رح نتابع نسترجع ذكريات وأغنيات، رح نروح مع صوت غنى وجال العالم العربي بحنان وحنين ملفتين. لما تسمعوا صوته وأغنياته رح تعرفوا عن شو عم بحكي، رح كل غنية توقفكن على مفرق وعلى قصة. تعال نروح سوا. خبر يا قمر بعيونك حكي. منعم فريحة نجم المهرجانات السياحية والدولية، لف العالم لينشر بصوت صور لبنان. بتقولي ما حدا قدك، يا ريت نعرف شو بدك. منعم فريحة مواليد 1940 قرصون قضاء بعبدة. أول ظهور فني للمطرب منعم فريحة بالعام 1959 إلى جانب الراحل الكبير نصر شمس الدين بمهرجان غنائي، وهنيك بلش المشوار. من شعرك أنا عندي شال، من شعرك عندي موال. بالعام 1968 بطل مسرحية طواحين الليل إلى جانب دنيا يونس.
بالعام 1970 تابع فريحة النجاحات وشارك بمسرحية جوار الغيم ضمن مهرجانات بيت الدين، وبال74 مسرحية دروب الليل مع الراحلين إليس نايفر وعزار حبيب، والتعاون الأكبر بتاريخ منعم فريحة كان مع الملحن ناصر مخول ضمن الفرقة السياحية اللبنانية اللي لفت العالم ونشرت الفولكلور وتراث لبنان بقلوب المغتربين. عخدك حبة لولو خلتني الليل بطول. 74 أغنية مسجلة لحن وغنى باسم منعم فريحة بأغاني حمل ألف معنى ومعنى بالتعاون الكبير مع وديع الصافي وفيليمو وهبي وعزار حبيب. بدي عنواني باسم الجيران عيني جيران. منعم فريحة ابتعد وما اعتزل مثل الطير الحر اللي بيغني بوسع الحقيقة. وما تخافي شو لا 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 لا. خدتك حبة لولو خلتني الليل بطول. فتش عن أسرار الحب لا أعرف شو تفعلوا. خدك حبة لولو خلتني الليل بطولو. فتش عن أسرار الحب لا أعرف شو تفعلوا. بعينيك بعينيك بيقربني ليك ليك ليك. لون الحب بعينيك 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 بيقربني ليك ليك ليك. حتى حبي وما عليك وما تخافي شو ما يقولوا. حتى حبي وما عليك وما تخافي شو ما يقولوا. عندك رحلة بعدك طفل وعندك رحلة طويلة طويلة. شو بدك بإقلام الكحلة شو بدك بإقلام الكحلة. عيونك مش قليلة. بعدك طفل وعندك رحلة بعدك طفل وعندك رحلة طويلة طويلة. شو بدك سليلي.
عليكي ما بخبي بتمنى تكوني بقلبي عيونك فيها قلب وغربي خلي عينيك مقابلي ما بخبي عليكي ما بخبي بتمنى تكوني بقلبي عيونك فيها قلب وغربي خلي عينيك مقابلي عيونك فيها قلب وغربي خلي عينيك مقابلي بعدك طفلي وعندك رحلي بعدك طفلي وعندك رحلي طويلي طويلي شو بدك بقلام الكحلي شو بدك بقلام الكحلي عيونك مش قليلي بحبك بس صغيري بخافي حبيتك تطيري ومن هلأ تصيري كبيري قدامك رحلي طويلي كنت بحبك بس صغيري بخافي حبيتك تطيري ومن هلأ تصيري كبيري قدامك رحلي طويلي من هلأ تصيري كبيري قدامك رحلي طويل بعدك طفل وعندك رحلي بعدك طفل وعندك رحلي طويلي طويلي شو بدك بقلام الكحلي شو بدك بقلام الكحلي عيونك مش قليلي بعدك طفل وعندك رحلي بعدك طفل وعندك رحلي طويلي طويلي شو بدك بقلام الكحل عيونك مش قليلي منعم فريحة أهلا وسهلا فيك وأهلا والمتأهل ميرسي لإلك يعطيك العافية طول عمرك يا رب شو هالأغاني الحلوة اللي ما بتنتسى يا ريت بعض الأيام ما لي شيء لو بدي أقول وقت اللي بغني هالأغنيتين في شيء بيكمشني بقلبي هون لأنه لأجمل من كتب ولحن يعني يس ناصر الله يرحمه الله يرحمه وعزر حبيب تحية يعني كلمة محبة وشكر الله يكون إن شاء الله يكونوا عند ربنا بالسماء مرتاحين يا رب صحيح هني الثنائي عملوا نجاحات كتير كبيرة بالمكتبة الموسيقية اللبنانية أغلب أغنية أنا كلها أغلبهم يعني بدك تقول صحيح. أنا اشتغلت مع الله يرحم ما بدناش نتكتر رحمات الليلة أستاذ فيليمون وهبي جورج تابت غنيت من ألحان إلي شويري الله يطول بعمره أستاذ الكبير ومعلمي 12 سنة أستاذ وديع الصافي رفقته العمر 12 سنة إلى أن وقعت ببحر عزار حبيب الله يرحمه والياس ناصر كمان صحيح. الله يرحمه لحتى انشهرت مزبوط أنا مخي طربي نعم. أنا بغني طرب كتير وايدة بس أنا جبروني وقتها أنه غني هالأغنية خليك تكمش السوق من الصغير للكبير نعم. غني يعني الأغنية حبيب. الشعبية بوقتها أيوة. كانوا حتى أستاذ وديع هو اللي قال لي أنه غني هالأغنية هاي أنا غنيت على اللومة لهلا في ناس كتير بيعرفوا شو معناتها بس نعم. هي اللي جابت لي الشهرة إذا بدك تغني الطرب مش كل الناس والولد والكبير بيفهم بالطرب والهي صحيح. غني شيء يكون يعرفوه الكل حتى وهي كانت بعدها لليوم نعم. كل يوم بعد يوم تسمع بالإذاعات عخدك حبت لولو ما بعرف شو هالمعجزة صحيح صحيح هيها. شاني علومة علومة هيدا قصة عبد الجليل وهبي ما بقى بدي كتر قلت لك الرحمات هذا شاعر عظيم أعظم شاعر عندنا مع أيام فيليمون وهبي وغيره وغيره يعني العصر الذهبي مثل ما بيقولوا كان في بنت اسمها لوما هيدا اسمها لوما قال له كان يقعدوا حد الإذاعة اللبنانية أيام الإذاعة اللبنانية فوق يقعدوا بهالسناك وهيك ويحكوا قال له أستاذ وديع قال له شو قال له فيها الغدية هيدي تعال قال لك شو اسمها علوما اللوما اللوما يا حلو يا مهدوما دخل الله ودخل عيونك يا حلو ما قال له مشي وفعلا أخذ الأغنية من عبد الجليل وهبي وغناها
انطلقت الأغنية هيدي مش من لبنان، انطلقت من سوريا. نعم. سجلها بالإذاعة السورية بهيديك الأيام، يعني عم بحكيك أنا بالستينات. نعم. وسموه للأستاذ وديع، قال له أنت حرام مدير الإذاعة أن يكون اسمك، يكون اسمك أنت وديع فرانسيس، أنت لازم يكون الصوت الصافي وديع الصافي. نعم. من هونيك انطلقت اسم وديع الصافي بهالشغلة. نعم. علومة وجابت له الشهرة. أنا لما سمعني عم قال لي أنه بيجوا بيقولوا لي في شاب هيك ضعيف يا أستاذ وديع بغني أغانيك، هلأ بدي سمعك موال على الهوى. نعم. في شاب هيك بغني لك أغانيك كتير حلو، قال لهم اسمه منعم فريحة. قال لي روح عمال غنية لإلك، حشي ما بروح كل مجهودك لإلي ولأي فنان عم تغني له، بدك تعمل غنية تكون هويتك. عملت أخدك حبة لولو، لما سمعها بباريس قال له ابنه سماها، قال له هيدي البدية كان من الأول، هيدي هي كانت، وفعلا هي كانت، هي كانت الانطلاقة لإلي. نعم. أدي كان كبير وديع الصافي بأخلاقه ونصايحه كمان، أنه بحر واسع، بحر ومعلم كبير لإلي. أنا أعطاني سر المهنة وعلمني وغنيت سستر. بكل تواضع بقوله، وفي في تاريخي بيشهد، أول مطرب لبناني غنى من ألحانه 1968 68 ب 68 غنيت انا من الحانه 4 اغاني لإلي واثنين مشتركين مع الفنان اللي هلا اعتزل الدنيا يونس. نعم. وينك يا جار شرفنا على الصبحيه هذيك. ايه هودي غنيت وقت انا وياهم. ايه. اول واحد انا غنيت وقتها من الحان، وكثير كنت ناجح ومبسوط معه. شو قال لك السر يعني غير انك تعمل هويه لإلك؟ علمني اول شيء رح لك شو المغنى، نفس مش من مكان بيعرف شو النفس، بدك تخزني نفس عندك. في النفس وين بيقول لك الجمهور بنص الغنيه وانت عم تغني ما بس تقفلي، اذا قفلتي مزبوط بيقول لك اذا ما قفلتي مزبوط بيضحك عليك. صحيح. بدك تحافظي على نفسك لاخر، اذا سحبتي سحبه موال بدك تقفيها 100%، لانه قال لي مثل، قال لي ليك بدنا نفور الحليب تنشربه، ما بدنا نطرق شوطا نكبه. شفت شو؟ قال لي هاي حلقة حتى بدينتك. حلو. هيدا وعلمني سرقة النفس، علمني كل شو. أنا درست على يد أساتذة كبار السولفيج وتهذيب الصوت عند سليم الحلو، عند صليبة الأتريب بيال للمرحومة سلوى. أخذت درست كتير يعني، وبعدين إلي خبرة 43 سنة على الكار، وبارم 92 دولة بالعالم، وممثل السياحة اللبنانية بأكثر من دولة وبزيادة بكفي. نعم. عادة الكبار ما بيعطوا الأسرار لحدا، يعني بقديك كتير كبير وديع الصافي، لأنه كتير متواضع، والصوت اللي بيأمن فيه بيعطيه. قلت له أنا بتكريمه، قلت له مثلك ما بيجي يا صوت صافي يا خمر معتق وبيدل صافي. حلو. الله الله يطول، الله يطول بعمرك يا صافي، تمنك ناخد دروس وطرب بكي، ضربوا الكاميرا علي بكي. حلو. هيدا استاذ وديع الصافي، هيدا الوفا، ضربة وفا. شو الموال بدك تغني لنا اياه؟ ايه الموال، في موال غنيته لانتخاب ملكه الجمال بامريكا، انتخاب ملكه جمال ببلاد. شو نسالك قبل؟ اسمعي شو قلت لهم، جابوا العالم كله، وبعدين شو بقولوا لبنت لبنان. اذا تكرم علينا استاذ لبنان خليل، سجل مي بليز. سمح لي الحب عرشو اعتلي ونقي من الحلوين، شو بيحلى لي مرة سمح لي الحب عرشو اعتلي ونقي من الحلوين، شو بيحلى لي. طلت من الاسبان، طلت من الاسبان سمرة مكحلي وهج العطش بعيونها بيغلي غلي،
ومن أمريكا شقرة حلوة مجللة وطلت من اليونان بنت مدللة ومعها أميرة من شواطي نابولي وودت إلي فرنسا الجمال المخملي وباقي الدول أحلى جمال بجمال جمال ممثلي وودت إلي فرنسا الجمال المخملي وباقي الدول أحلى جمال ممثلي وطلت بنت لبنان وطلت بنت لبنان والأرز العالي محيك على صدر البلوز المخملي خيلت فيها بمطلعي وشعر الطلي وأرضي وشعبي وحاضري ومستقبلي وصرخت 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 ردوا لكل دولة وصرخت ردوا لكل دولة بنتها لكن بنت لبنان خلوها ايدي الله 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 شكرا استاذ منعم فريحه نورت سهرتنا طول عمرك يا رب يا هلا فيك شكر لكم جميعا شكرا شكرا للمخرج شكرا للشباب كل العمل الاكيب كله للشباب يلي اهتموا فينا لكل العاملين ورا الكاميرات للتقنيين شكر كمان للاستاذ لبنان خليل والفرقه الموسيقيه والشكر لك ست ريما الله يطول عمرك وان شاء الله عقبال كل سنه وميرسي لكم جميعا وشكر الكبير لهالشاشه المحلقه بالسماء السابعه ام تي في شكرا لكم شكرا للاستاذ منعم فريحه وشكرا انه كمان باغنياته الليله قدر شممنا ريحه الاستاذ الكبير الياس ناصر وقدرنا مع اغنياته استرجعنا الحان عزار حبيب فنان كبير من لبنان ونوجه لهم الف تحيه لمطرح ما هن عم بيراقبونا ويشوفونا ويسمعونا بعدنا بهالليلة عم نسترجع ذكريات واغنيات سنين الحنين من خان الحرير لمانيان ري اللي رجعته مساحة بلمستها الحلوة لأيام اشتقت لها أيام صناعة الحرير أغنيات ما بقيت أغنيات صارت أناشيد للفرح وللمناسبات الحلوة وحتى يومنا بعدها مرافقة كل الأيام الحلوة ومن أيام عز الحرب قدرت تزرع فرح اسمه من مقامات الموسيقى صوته من الفضاء الواسع محمد حجازي المطرب اللي عاش بزبزبات الصوت وخيم بقلوبنا الفنان الشعبي والجماهيري بأغاني بعد على البال رقص شرقي يا حلوي شال الحرير على خصرك ولد محمد حجازي بالعام 1952 المصيد ببيروت وترعرع بحي شعبي مطرح ما دايما بتخلق المواهب بعمر 8 سنين صعد أول مرة على المسرح المدرسي واكتشف موهبة بالفطرة بالغناء والتمثيل دخل الكونسيرفاتوار الوطني ودرس آلة العود والسيجا والحجاز وكل المقامات اسأل عنها وين أمي برمت الدنيا تلقيتها بالعام 1982 عاد المطرب لبنان من بعد هجرة لأفريقيا بسبب الحرب بالعام 1983 صدر له أول ألبوم بعنوان حبك يا ولا دخل حجازي المعروف بمايك الشهرة من الباب العريض بحبك يا ولا عزيزة أسمرة قلبي وعيني بيكفي جنون وغنية زفة العروس اللي زفت وما زالت عم بتزف كل الحبايب بكل أقطار العالم
زفوا العروس زفوه على الوريد مشوه زفوا العروس زفوه على الوريد مشوه. شارك كمغني بفيلم السينما أيام اللولو مع صباح وكريم أبو شقرة، وبفيلم عذاب الأمهات ألف الموسيقى التصويرية وأغاني الأولاد. عزيزة يا عزيزة عزيزة يا عزيزة. ننطرك اليوم ننطر أغانيك السهل الممتنع اللي فاتت على القلب وضلت بالبال. ننطرك لأنك أنت الإيقاع واللحن والكلمات. ولا تترك بلادك هي أرض أجدادك. يحيى لبنان. Thank you.
أهلا وسهلا فيك. شو حلو تكون عايش مش بس بذاكرة الناس، تكون عايش بأفراح الناس. أدي حلو. الحمد لله. الأغنية هيدي إذا بقول لك كيف وقت فكرت إني ألفها ولحنها، كان عندي تاني يوم لازم أدخل استديو. نعم. كان ناقص تايم بالوقت، تذكر ما كان في سي دي، في أسطوانات وكاسات. نعم. ضليت لوجه الصبح، قلت ما عندنا زفة لبنانية. صحيح. لازم يكون عندنا زفة لبنانية. كان يزفوا بتتذكر مخترية حلوة زينة ودق المزارع، منا زفة لبنانية. صار زفة لبنانية وين ما كان. الحمد لله. صحيح. كنت عم فكر أول ما سمعتها، قلت أنا لو تقاضى محمد حجازي على كل مرة لعبت فيها هالغنية بعرس أو عإذاعة، نعم، مبلغ صغير كنت صرت اليوم أغنى مطرب بلبنان، صح؟ هيدا لو كان في حقوق. لو في حقوق، لو حقوق بلبنان للاسف، وحتى بالدول العربيه. بتمنى يعني، عيب، انا بفتخر اني لبناني اني اكون بلبنان، بس لو كنت ببلد غربي اوروبي بعتقد يمكن انا قاعد ببيتي مش اقل من 10,000 اورو. صحيح. لانه نحن بسيسان باريس منتسبين، بس شو بدها تلحق هلا؟ ان السيسان بتلاحق الاذاعات او التلفزيونات، بس الصلاه بياخذوا مقطوع، وشي بيدفع وشي ما بيدفع، وماشي الحال، المهم انه نفرح الناس. هذا اهم شيء. انت هالاغنيه ما اعطيتك شيء مردود مالي؟ مش كما يجب للأسف. نعم. بس مهمني أنا إنه الناس حبتها. وبعدها لليوم هي غنية. نعم. رئيسية بالأعراس. نعم. والأفراح. حتى مش بلبنان، من إحنا في كشف بيجينا دائما كل 3 أشهر بالسنة 4 مرات. نعم. حتى بدول العربية عم تنلعب. نعم. 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 حلو. محمد حجازي، اليوم عم نسترجع أغنياتك اللي عاشت بذكرتنا. نعم. اللي مش بس بأفراحنا، أوقات بكينا عليها على قصص حبنا. نعم. أوقات تذكرنا أحبة فلوا أو هجرناهن لسبب. أنت لما بتسترجع هديك المرحلة شو بتتذكر؟ أو أي أغنية أكتر شيء هي اللي بتوجعك من هيديك المرحلة؟ للحقيقة حبك يا ولا بتحسيها هي أغنية يمكن إيقاع راقص، ولكن هي بتوجع حقيقة. أنا عشتها وهي لابني. ابني تزوجت بالزمان، كنت بأفري عندي حفلات، تعرفت على مثل لبنانية وتزوجتها، ويعني ما صار في تفاهم، وولدت بأفري 8 سنين أنا ما انحرمت من ابنك اسمي. فالأغنية حب، ما بعرف شكله لابني، 8 سنين حرمت منه. لما قلت له حبك يا ولا عذاب وبلا، ما تخيلي فيها خيل بيلبق لك انه تنغر، يحميك الرب من الشر، جمالك ما في منه ولا بالبحر والبر، خيال ما عمرك كيف شكله. واو. عشان هيك يمكن الغنية عاشت، لانه مش تجارية، من قلبي. صحيح. ومش بدي اقول لك يعني، الله بيعلم هلا كنت بس غنيها، عندي احساس خاص، ما بحسها انه كتجارية عملتها، بس سبحان الله الناس حبوها. وين ابنك اليوم؟ بافريقيا مع امه. شفته؟ وبعت له تحية. رجعت شفته؟ بشوفه. بتشوفه؟ بس. غلط غلط غلط، يعني يمكن انا كمان الي ذنب. يعني شغلي خاصة. ما رأيت، بس يعني اسم الله إذا بصحة منيحة وعم بتشوفه يعني. منيح، بس أنا ما منيح. على الفراق. يعني أنا أكبر من عمري ببين. نعم. أكبر من عمري ببين، لأنه الزعل بقصر العمر. بيعطي الإنسان أكبر من عمره نفسيا، بيعكس على الوجه. ما عاد تتجوزت ولا أنجبت؟ تجوزت بعد 15 سنة. نعم. لأن أنا وحيد بالبنات. فكل ما أروح عند اخواتي يقولوا لي بدك تخلي ابنك وحيد وانت وحيد، فتزوجت. الله طعمني 4 3 اولاد، يوسف
16 سنة وزينة 12 وجواد 8 الحمد لله وخلي أولاد شكرا ناس. الله يخلي لك إياهم بس بعده عذب وبلا هيدا الولد طبعا لأنه أنا بعتبر أنه في غلط مني ومنها بالأسف دائما الأباء نعم. يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون في بعد يعني نعم. هلأ بيجي لأمرار على لبنان أو بطلع أنا بيحكيني كصديق نعم. غير ما يتربى الولد مع بحضن بيو صحيح نعم صحيح عم تحضر ألبوم جديد ناوي ترجع على الساحة إن شاء الله هلأ عامل ألحان لبعض المطربين والمطربات في عندي عمل جديد مبدئيا أي نوعية أغنيات يعني بتشبه السائد اليوم تشبه الجو في شيء شعبي عامله في أستاذ سالم صديق المحامي كاتب الكلام تعاملت أنا وياه بالتأليف ولي نقيت ترجع يعني نعم. لي نقيت ترجع بهالمرحلة نقيت ارجع هلا ارجع كملحن وما بعرف ما رح تغني لا ممكن ما بعرف صوتي مقبول بعده شو رايكم بقدر اغني بيقبلوني ما بعرف يعني بكون واقع الانسان هلا بدي احاول ارجع على مجال التلحين نعم. ممكن بالمستقبل امل اغنيه بتناسب نعم. العمر والوقت بتقول الغنيه حبيته طلع مجوز حلفت بعده ما بتجوز وين حظي شو معطر كل يوم بتحبه أكتر أهلي كلهم لاموني أصحابي عاتبوني ويل الحب شو بزل صاروا الكل علي دل مجنوني حبيت وطلع مجوز حلو نايس فكرة جديدة فكرة جديدة بس الموضوع منه جديد ماشي هلأ ماشي أهلا وسهلا فيك في كمان مقطع بدي أقول بغني جديد كمان أستاذ سالم المحامي كاتبه عويل بتقول هيدي الأغنية فيها أي أم أو حبيبة بتقولها لإنسان غريب مغرب يعني ببلد تاني بتقول فرقتنا المسافات بعدك حارق لي قلبي ببعت لك مع النسمات دمعة عبلاد الغربة حلو حلو إن شاء الله ما نتغرم عن بلدنا بإذن الله شكرا محمد حجازي اهلا وسهلا فيك شكرا استقبالكم والام تي في هالفكره وهالبادرة اللي عملتها ذكرت هالفنانين اللي عانوا وتحملوا كانوا هن حاملين رساله صحيح فشكر كبير وإن الشرف نكون مع حضرتك اهلا وسهلا فيك دريمان جيم ثانك يو شكرا لك Good يا لك Get it.
اسم باسكال صقر بالوطن اللي خلقت لتغني له وتحبه. بإحدى المسابقات المدرسية التقى ياسر رحباني بالصوت المليان إحساس وقدموا بأغنية أو بيبي بمهرجان روستوك بألمانيا مطرح ما نالت الفنانة اللبنانية الشابة جائزة خاصة سنة 81. شمسين كانت بطولتها المسرحية الأولى عام 85 إلى جانب فريال كريم، ويليام حسواني، جوزيف نصيف وإليس نايفير، لتطل بعد سنين بمسرحية ثورة شعب عام 2003 للأب فادي ثابت. ما شفت كيف كل الضيعة وقفت معك ومع الخوري مارون ضد الست؟ أغنية باسكال شغلت البال والذاكرة، ومع الياسر حباني قدمت النجاحات الكبيرة بيسارق مني مكاتيبي، اشتقنا لك يا بيروت، من قلب الدمار ورش الفل، وبتبقى وعد يا لبنان صرخة الحلم والشهادة، ومحطة كرست ارتباط الفنانة بالقضية وبالوطن. وعد يا لبنان نحمول الخبير ونمشي بالساحات نحكي حبغني عن بشير الكان. منصور الرحباني رفع بصوت السيف لبنان اللي ما بينكسر بيبتضلك سيفي، ومع وديع الصافي صلت أيها الرب إلهي، وبشعر أنطوان جبارة لمعت الكلمة اللي بتصيب القلب بأرضك الكرامي ووطني. أرضك الكرامي شعب الطير النار يا لبنان الراجع من خلف الأخطار. ومنذكر كمان يا حامي الحما مع وجدي شيا وكرمالي خليك لإلي شويري وغربوا لحن ملح بركات. كرمالي خليك وحياتي خليك لحقنا وتفارقنا كيف بدي لاقيك. قدمت باسكال الأبانة باللغة الأرامية وباللهجة اللي حكاها يسوع المسيح بعمل ضم نصوص روحية مميزة بتشهد للطريق والحق والحياة، مع بيرسم وطن مش سيعته حدود، وطن بيغلب المستحيل، وبتنكتب بالغنية قصة شعب ما بيعرف انهزام وحلم مسافر بطيارة ورق بزورق بحار
بصوت باسكال صقر. نحن سوا رح نبقى يا وطني يا وطني. باسكال صقر، انت مشاركة مكرمة بهالحفل، بس كمان شاهدة على ذاك العصر اللي كانوا هالأغنيات حلوين لنا وحاملين ذكرياتنا. شو الشعور؟ يعني في تناقض شوي، كنت نجمة، كنت مستمعة، ما كنت نجمة يعني بقدر ما كنت عم تبلشي مسيرتك الفنية، صح؟ مزبوط، كنت عم ببتدي. يعني أغلب الأعمال الفنية اللي قدمتها كانت بالثمانينات، وبنفس الوقت كنت عم بعيش هالأغاني الحلوة اللي كنت عم بسمعها من الفنانين اللي سبقوني هلأ بهالحلقة. يعني فعلا بتسمعي بتقولي سأل الله هديك الأيام شو هالألحان الحلوة اللي ما بتموت. صحيح. فأنا بتشكركم ريما، ميرسي للإم تي في كمان هالفكرة الحلوة حتى هالأجيال الجديدة ترجع كمان تسمع هالألحان الحلوة اللي عن جد ما بتموت. صحيح. باسكال صقر، أنا عم بسمعك هلأ، أنا عم شوف الريبورتاج، قدي صوتك حنون بالأغنية العاطفية ودافي وبيحسس بكتير مشاعر العلاقة بالحب. قدي لما بيغني الوطن بحسيت بدي قوم، بدي صرخ، بدي صور. شو هالعلاقة بين اثنين؟ كيف قدرت جمعتيهم هالقد؟ هو حسب كيف بحس. أكيد بالحب في الحنان، في الأحاسيس كلها سوا بتبين. ولما بنغني لبنان يعني بتحسي، بحس بالبطولة، بالعنفوان، بالأرضك الكرامي، شعبك طير النار من قلب الدمار لتصدق اللي صار. يعني عم نعطي صرخة، عم بعني اللي عم بقوله. مصدقتيه وعايشتيه، لأنه إذا ما غنينا بصدق ما بتوصل الغنية للناس. ويمكن صحيح. لأنه هيك نشكر الله الناس بعدها بتتنقل هالأغاني من جيل لجيل. وانت بنت الحرب، يعني عم تغني بنت الحرب. أكيد أكيد، وما بننسى الحرب يعني، ولا بننسى هديك. في شي غنية لها علاقة بحياتك أنت، بوجعك أنت أكثر من غيرها؟ بصراحة يمكن الأغاني الوطنية أكثر شيء فعلا بتعبر عن وجع، مش بس أنا، كل اللبنانيين، كلنا ضحينا، كلنا قدمنا شهداء، قدمنا من حالنا، خسرنا شيء بهالحياة بهالحرب. ويمكن لبنان قدروا أنه يضل وطن مقاوم، في مقاومة مستمرة. ما بعرف أمتى رح نوصل للاستقرار المنشود. فنحن رح نضل نغني لبنان، لأنه لبنان دائما بحاجة لإلنا. وإن شاء الله يا رب أخيرا نوصل للوطن يلي كلنا منحلم فيه. غنيتي لبنان وغنيتي بشير جميل الرئيس الشهيد، قدي هالشي كان عن بعض الناس هو تحية وإكبار وإجلال، وعن بعض الناس تهمة يمكن أزتيك بمطرح؟ بصراحة بالوقت الحاضر بتحسي الناس كلها نسيت الحقد، أو هيدا الإنسان كان على صح أو على غلط. الشيخ بشير كان رئيس جمهورية لكل لبنان، وكان ينادي بـ10,452 كيلومتر مربع كلهم اليوم أخذوا الشعار. يعني الناس اللي يمكن انتقدوا قبل هلأ بيقولوا لا، كان إنسان عن جد لكل الناس. وهي بالصراحة كانت أغنية لإله كرئيس جمهورية، كانت رجعت يا لبنان ورجعت البشاير مع بطل الأبطال. بقى لما صارت الحادثة تغيروا الكلمات، صارت وعد يا لبنان. شو بتقول؟ وعد يا لبنان، نحمل الخبري ونمشي بالساحات نحكيها بغنية عن بشير اللي كان صوته ملوى الزمان، تعصف معه الكرامة وحرية الإنسان. وعد يا لبنان، يا لبنان، يا لبنان. باسكال، اليوم عم نكرم بهالحلقة الناس اللي تركوا أثر كتير كبير بذكرياتنا وعندهم مساحة كبيرة بهالمطرح من حياتنا. لكل ما بنسمعهم منذكر قصة حب، منروح لمطرح بعيد بالذكرى. أنت اليوم مين بيأثر فيك أكتر شيء لما بتسمعي؟ يعني كمان بتروحي لهيديك المطارح؟ أنا عندي الست فيروز أكيد، والست صباح بياخذوني لأحلى أيام عز بلبنان.
ودايما بسيارتي بضلني بسمع ست فيروز، يعني هيدا التاريخ العظيم للمدرسة الرهيبة يلي عطيونا اياها الرحابني واللي بنفتخر فيها. اي اغنية بسمع كثير اغاني لست فيروز، في عندها دبكات حلوين، وبتعرفي صوت الدبكة والجرين الشباب اللي عم يدبكوا خبطة تعطي مثلا بركي. بغني اذا بدك ليلي بترجع يا ليل وبتسأل عن ناس وبتسقيهن يا هالليل كل واحد من كاس. ليلي بترجع يا ليل وبتسأل عن ناس وبتسقيهن يا هالليل كل واحد من كاس. غبلك شي ليلي يا ليل وانسانا يا ليل يا ليل. الله باسكال صقر، هالمرحلة الجديدة من حياتك كيف ناوية تكمليها؟ بأي نوع أغنيات؟ بدنا نكمل بالفن الحلو باللي بقيه المرتب باللي بقيه. إن شاء الله بننتصر نحن ولبنان وهالشعب الحلو اللي ما بيموت، ومنضلنا بصحتنا، وبيضل هالوطن عن جد منارة للشرق. وبرجع بتشكركم عن جد لهاللفتة الحلوة اللي عم بتكرموا فيها هالفن القديم الأصيل الحلو يلي ما بيموت. مرسي شكرا. مرسي لك ريما. مرسي لك. شكرا. من باسكال صقر، هالنجمة اللبنانية الكبيرة اللي أعطت الوطن أغنيات ما بتموت والحب كمان أغنيات ما بتنتسى، منروح على مطرح تاني من الساحة الغنائية لعند فنان رفض هو وزملاء لإله يبقوا بالذاكرة وكملوا المشوار إيد بإيد وقالوا نحن هون، ما بدنا مكاننا يكون بالذاكرة، بدنا بالساحة كمان. شو نحن وشو جينا ومضينا أيام ننطر تحت شباك نترك في الحامة. الأمير الصغير من وحي قصص صغار وإرث من تاريخ الكبار. تخرج جوزيف إبراهيم سنة 75 من مدرسة المولى سال، وبسنة 79 تخرج من جامعة الروح القدس بالكاسليك. فسافر صاحب الجبهة السمراء لبلاد الشعر الأشقر لألمانيا. هنيك مثل لبنان الجريح فحصل على جائزة أفضل مؤدي للأغنية. عام 81 تعاون مع نور الملاح وعزار حبيب بأول ألبوم. سنة 83 كان الألبوم الثاني مع بصمة رحبانية، فأصدر ألبوم كذابة بالتعاون مع الياسر رحباني. كذابة شفتك بعيني يا كذابة. بمسرحية الحلم الثالث سنة 85 مع الراحلة سلوى الأطريب اعتلى الأمير الصغير خشبة المسرح واعتلى قلوب الناس من بعدها. وكانت الجائزة الكبرى سنة 97 لما وقف مع الشحرورة صباح بمسرحية كنز الأسطورة، داعما مسيرته الفنية بوقفة عمالقة وفخر شحروري لبناني. عطبق الماس سنة 98 احتلت الأسواق. بيبقى الأمير الصغير تاريخ فني تقدم للبنان عطبق الماس. قلبي توصل قلبي
قلبي غار يا عيني ولا قلبي غار ما شفت نهار عني ما شفت نهار ولا قلبي غار يا عيني ولا قلبي غار يلا علمني الحب علمني وأسرار القلب سلمني علمني الحب علمني وأسرار القلب سلمني وحياة الحب يا حبيبي وصل قلبي عطلت في الباص يا حبيبي قدم قلبي إلها قصة ما بعرف حب والغصة بعدها غصة يلا وعلمني الحب علمني وأسرار القلب سلمني علمني الحب علمني وأسرار القلب سلمني وحياة الحب يا حبيبي وصل قلبي عطبق المرض يا حبيبي مقدم قلبي كذابي شفتك بعيني يا كذابي عم تحكي مبسوطة فرحاني ومعشوقة انت ويا حد البوابي كذابي كذابي شفتك بعيني يا كذابي عم تحكي مبسوطة فرحاني ومعشوقة بدي لاقيهم انت بدربي انت بدربي ولك حلي عني كذابي كذابي شفتك بعيني يا كذابي عم تحكي مبسوطة فرحانة معشوقة انت ويا حد البوابي راح الصيفي واجي الصيفي وانا المجنون اللي ناطر حبك ليلي كل ما بشوف وحدي جاي لصوبي بيصير قلبي دقي القلب يمكن هي كذابي كذابي شفتك بعيني يا كذابي عم تحكي مبسوطة فرحاني معشوقة انت ويا حد البوابي كذابي بتي برنس شو عملت بالمسرح؟ بشكر الجمهور بشكر الجمهور الحلو ثانك يو اليوم شو السر انه الاغنيه ما بتضاين كثير يعني بعض الاغنيات ما بيضاينوا كثير بيرجع لللحن وللكلمه وحتى للفنان يعني أنا بدي لك شغلة على السريع أنه من 25 سنة لهلأ تغير الفن في طلع فنانين كتير منيح بس بالإجمال
الفن هبط شوي. يعني من 25 وقبل، من الثمانينات سبعينات لل 85 86 كنا نلاقي كلمة حلوة ولحن حلو وإداء حلو. إن كان هاي بالأغنية عم بحكي، بس كمان كانت الكلمة بسيطة. اليوم بيقولوا إنه الكلمة متراجعة وكتير بسيطة وبتشبه الشارع، بس كمان كانت بالقبل تشبه الشارع. مش لهالقد، في شوية يعني صار الكلمة شوي فيلجير عم بتصير. أنا بستعمل بنت شارع صارت كتير هونيك مهضوم، بقول لك كذابة شفتك بعيني كذا، غير أغاني اللي عم نسمعها هلا أكثر صارت تستفز الناس. ايه اوفر يعني كثير اوفر. ايه كثير صايره. هلا بالنسبه كمان بدي احكي عن الفن، مش بس الاغاني، بدي احكي عن المسرح. يعني كمان كان في مسرح راقي جدا. هلا صار في شانسوني قليل، نلاقي شويه مسرحيات كوميك هيك بنضحك فيها. صح. بس كمان كان في صباح، كان في سلوى، كان في ست فيروز، يعني كان في مسرح كثير راقي. لها علاقة الأخلاق كمان؟ الأخلاق كمان، نحن أيامنا ما كنا نشتم بعضنا. بهال 25 سنة ما بشوف تفتح المجلات هيدا عم بيشتم هيدا عم بيسب. بس كان في خلافات. خلافات بس مش ظاهرة كثير للإعلام. هلا كثير يعني. مخفية، بس كان في حروب تصير، لا؟ خفيفة مش مثل هلا لا. تفتح المجلة إذا ما فيها كثير مشاكل ما حدا بيقراها. مين كان ينافسك بهيداك الوقت؟ عدل لي يعني الأسماء. ما في منافسة، كان كل واحد عنده ستايل تبعه، وكنا مبسوطين يعني، كانوا بينعدوا الأصابع الفنانين. اللي أسامي يلي مرقوا هلا مثلا كلهم نزقف لهم زقفة كبيرة. والله. يعني هذا اللي اليوم عم بتكرمونا حضرتكم بالام تي في، شغلة كتير حلوة وبادرة كتير حلوة، ولفتة كريمة منكم، لأنه هول الفنانين اللي عطوا كتير للبنان. نعم. أنتوا اليوم من خلال الجولدن إيج سامي كلارك وعبدو منذر، شو عم بتقولوا؟ عم نرجع العصر الذهبي. يعني عم نرجع الأغاني الحلوة، الأغاني اللي ما بتموت، اللي عايشة لهلأ. نعم. Thank you. هيدي الرسالة تبعيتنا. لا تقولوا للي موجودين اليوم انه هيدا الفن، نحن هنا وهذا كان الفن الحلو. وبعدين في شغله انه نحن كنا عم نغني اجنبي عربي كمان بالجولدن ايج، يعني شغله حلوه وعطتنا ميزه عن غيرنا كمان. واكثر اغنيه انت بعدها عايشه فيك من هذاك الزمن؟ من اغنيه اما من اغاني غير يعني اغنيه انا اللي بدك اياها؟ في كثير. كنا الله مع دوليبك مثلا. اوه تذكرتيها؟ ايه ولا الله مع دوليبك. الله مع دوليبك. رح دور على نصيبك. أيوة. يلا بنغنيها سوا. يلا. الله مع دوليبك الله، ورح دور على نصيبك يا الله. والله مع دوليبك الله، ورح دور على نصيبك يا الله. وحياتك يا ابو السرعات بكره لحال الطرقات، وحياتك يا ابو السرعات بكره لحال الطرقات. لعنا رح بتجيبك لعنا رح بتجيبك. بيتي برنس، نورت سهرتنا وتكريمنا، بيلبق لك كل انواع الفرح والاحتفالات. قبل ما تفل فيك تعطيني اسم من اللي موجودين اليوم على الساحه بيستاهلوا بعد 20 سنه من اليوم تكريم؟ في انا مطرب كثير بحبه وفعلا يعني صوته رائع وادائه كثير حلو، وبعده انه بيجي بعد ملحم بركات هو وائل كفوري. شكرا بيتي برنس. ما بنعرف مين يكون قاعد على هالمقعد وعم بكرم وائل كفوري بعد 20 سنه. الله يطول بعمركم جميعا. متابعين سهرتنا بالقسم الاخير منا بعد البريك.
عدي سوا نقضي الصيفية وعالمفرق نطرتيني ورح تضحكتي علي كان فكرك تغدريني وتنسيني شوي شوي هيدي قصة معروفة لا تحط الحق علي هيدي قصة معروفة لا تحط الحق علي بتنامي عحرير لا تنوعدي بكير بتنامي عحرير ولا تنوعدي بكير قصة انت كتبتيها وبخيالي دبرتيها رح تنقلب عليك بكرة دمع عينيك رح تنقلب عليك بكرة دمع عينيك رح تجي تتفرجيني وبالماضي تذكريني وتشوفي بسامح كنت برضى عليك ويا ريت فيي سامح ويا ريت فيي سامح حتى عيش بعينيك حتى عيش بعينيك خلينا نلعب بكرة نرقص ونغني يا صبي طاير فيكي وعم بيغص شعرك الطويل عخصري كميل شعرك الطويل عخصري كميل وارقصي ليلي حوالي يا ختنا من حب الحب وحياتك ما بدي إلا أنت حدي وحياتك ما بدي إلا أنت حدي تحطك بقلبي وعيني قمت نرقص يا صبي وشبكي إيديكي بإيدي
وخلينا نلعب بكرة خلينا نلعب بكرة نرقص ونغني يا صبي. ليش عملت هيك يا لطيفة؟ سامي كلارك واسمه الأصلي سامي حبيقة، ومن بلد تدهور الشوير انطلق ليغني بلغات العالم بأداء ميز صوته وأغنيات حققت جوائز ونجاح وعكست قدرة الفنان اللبناني إنه يجمع بغنية شرق وغرب. غنى سامي بالفرنسي، الإيطالي، الأرمني، اليوناني، الألماني والروسي، برصيده أكثر من 740 غنية وبين أغنيتي سلسلة الرسوم المتحركة جريندايزر وجزيرة الكنز اللي ما زالوا لليوم بينطلبوا بحفلاته. علي علي بطل فهيد هيا بريا جريندايزر. مثل الفنان اللبناني اللي انفرد بأسلوب خاص بالغناء وبالصوت بلده لبنان بمهرجانات أجنبية دولية مطرح ما لمع ونجح وربح جوائز، ومن بينها منشن أند مير بالنمسا اللي منها انطلقت أغنيته الشهيرة موري موري. موري موري موري. شارك سامي كلارك بعدد من الأفلام اللبنانية كضيف شرف وقدم مجموعة من أجمل أغنياته من خلالها، والأفلام هي لعبة النساء، حسناء وعمالقة، والممر الأخير. تذكري تذكري. بساعة وغنية البرنامج التلفزيوني اللي كتبه الأخوين الرحباني قدم أولى أغنياته باللبناني، ومع الياس الرحباني شاركوا نجاح وانتشار قومي تنرقص يا صبية وآه على هالأيام. آه على هالأيام آه ما عمي ننام. رافقت اللعبة ميلو سامي كلارك بمحطات مهمة من حياته الفنية وشاركته حفلات وأغنيات مثل Take Me With You، أمرك حبيبي، تجربة غنائية خليجية بالعقال والبابيون، خطفت الأنظار وسجلت المراتب الأولى لأشهر بدول الخليج. أمرك حبيبي أمرك. رافق الصوت الرومانسي والقوي ليالي الأحبة بالسبعينات والثمانينات، وعطل الغناء اللبناني بعد جديد، بعد بيشبه البلد الباقي، جسر بيوصل شرق وغرب، ومرارة للفنون واللقاء ومساحة للحب والحياة. سامي كلارك أهلا وسهلا فيك. مساء الخير، كيفك ريما؟ أنا منيحة وأنا كمان. لما بتشوف هيك روبورتاج عن كل هالنجاحات بالعالم مش بس بلبنان شو بتحس؟ هذا روبورتاج عن بعض النجاحات، لأنه عندي محطات كتير مهمة، خاصة العدد الكبير من التشكيلة من الأغاني الأجنبية والعربية. نعم. ويعني 14 مهرجان عالمي، كل مهرجان كان له جايزة شعوره وله جايزته. عندي 4 جوائز أولية مهرجانات عالمية، 4 ثانوية، وأكيد ثقافي السفر والاختلاط بشعوب تانية. صحيح. والتحدي الكبير خاصة كان لبنان بظروف صعبة، وكنا نروح بالملجأ ونجيب جوائز أولية لدرجة يقول إنه اللبناني اقتنص الجائزة الأولى بالمهرجانات. التميز اللي كان عندك بهيداك الوقت هو إتقانك لكل هاللغات، هو انفتاحك على كل العالم، سفراتك، يما شو؟ وين كان نقطة القوة اللي عندك؟ القوة هي إيماني بلبنان، خاصة كنت بلشت بمرحلة تعليم النشيد الوطني اللبناني. كنت تعلمني على فكرة؟ كنت تجي لعندي على المدرسة. المعونة المعونة بفرنة شباك. فينا نعلم الجمهور؟ مش نعلمهم بالطريقة. بدنا نوقف تنقوله على الواقف. يلا. أول شيء كلنا للوطن للعلا للعلم، ملوا عين الزمن سيفنا والقلم، سهلنا والجبل منبت للرجال، قولنا والعمل في سبيل الكمال، كلنا للوطن للعلا للعلم، كلنا للوطن. يعني هيدا كان هو الخميرة والزخيرة اللي عنديها من جوا، إيماني بلبنان وأنه الفنان اللبناني لازم يكون ملتزم بوطنه، ما يكون أنه لا الفنان لازم يكون ما الفن ما له حدود. نعم. هيدي أنا كانت يعني رسالتي
انه ثبت انه لبنان رغم الحروب اللي مرق فيها والمآسي والملاجئ اللي عشناها والتعب والقهر، اللبناني ما بيموت، بيرجع بيقوم. والبرهان شو ما اجى علينا كنا على طول بعدنا مؤمنين بوطننا لبنان. نعم. اليوم صار كثير لبنانيين بدهم من يعلمهم النشيد الوطني. سامي كلارك يعني عشوائي كل واحد عنده نشيده. هو بدها حملة جديدة على المدارس وعلى مش تعليم النشيد، بدنا نعلم الكلمة الوطنية للنواب والوزراء قبل الشعب. هيك. الشعب بيعرف، يمكن النشيد ما بيعرفه حتى. الشعب اللبناني شعب واعي، وأنا مؤمن تماماً أنه إذا ندفي بزيحوا عنه بيخلوه يعبر، بعتقد بيكون له إثبات وجود كتير كبير. والبرهان المحبة دغري موجودة، لين ببطلوا يطلوا على التلفزيونات وينشروا الحقد والكراهية لبعض والنقاشات اللي ما إلها نتيجة يعني مريحة، بعتقد الشعب اللبناني بيكون مرتاح. صحيح. أكثر. آخر مرة شفتك كمان بكونسرت لزياد الرحباني بكنيسة مارلياس. نعم. كمان كنت عم ترتل بشكل رائع. العالم جائع، العالم جائع، العالم جائع، وخبز السماء خبز الحياة خبز خلاص الأرض، فخذوا عن مائدة الخبز ليأكل العالم. العالم جائع وأنا الطريق وصوتي صوت الرجاء. العالم جائع وأنا الطريق وصوتي صوت الرجاء. كمان سامي كلارك تعاملت وكان لك الحظ انك تلتقي مع الياس الرحباني، مع زياد الرحباني، مع الياس. نعم. ناصر، مع اسماء كمان علمت بالغنيه اللبنانيه. نعم. قد ايه كانوا اضافه لك؟ الحقيقه كان انا عندي تنويع كثير كبير، مش انه التقيت مع الفنان الياس الرحباني يلي منحيي كلنا عن جد، لانه كان لي مسيره كثير طويله معه، مهرجانات عالميه. نعم. انتصارات، مرحلة صداقة يعني أكثر ما هي شغل، لأنه كان بعد الأجواء ما فيها كتير تجارة، كان في محبة بين الناس، كان في خدمات من دون مقابل، ومسيرة طويلة يعني تشكلت بين الشرق والغربي، وانتقلت لحتى عملت 3 أفلام سينما ما نذكر بالروبورتاج كضيف شرف مع وحيد عزار ومع جوزيف حنا بالأغاني البدوية والخليجية والأجنبي مع إيد كولمان وسيرج بريسي، يعني تنويع 742 أغنية، يعني بعتقد حياة يعني كاملة، عمر كامل. صح. حقيقة عمر من المرحلة كتير حلوة عشتها بفرحها بشغف وببعض الأوقات الصعبة اللي كنا تحت القصف نروح مثلا نسجل أغنية، خاصة موري موري وجراند دايزر كمان وقتها سجلتها. جراند دايزر هلأ الكل بده إياها هون، ما فيك تفلبها لما تغني جراند دايزر. ليلى وجراند دايزر وجزيرة الكنز اللي من تغني الطيور، هودي أغاني تغنوا بمسلسلات تلفزيونية. نعم. وأخذت ضجة لأنه إلها رسالة إنسانية. نعم. بعتبر أنه الحمد لله يعني كان إلي مسيرة كتير حلوة وما وقفت، لأنه هلأ مكفيين. صحيح. مع سامي جونيور وساندرا أولادي توم ومع الجولدن إيج عبد المنذر بيتي برانس، يعني الشغل ما بيوقف، ما مفروض الفنان يقول أنا تقعدت. عم تقدروا تفهموا على الجو اليوم، لأنه كل اللي مرقوا بحلقتنا وكل اللي بشوفهم بالجو الفني بيقولوا أنه تغير الجو، طريقة التعامل بين الأمس تغير. مش واليوم. الجو كل شيء تغير، ناس. كل شيء تغير، بس مفروض الفنان ما ينطر تيرجع الجو مثل ما كان، لما بيرجع من هيك بده يتكيف، بده تكنولوجيا، بده يفوت بالتكنولوجيا. انا عملت زيت شيء يعني ما بعرف اذا كان في كثير فنانين فاتوا، في ناس بعده ناطرين لسوء الحظ، اللي بينطر بتروح بيمرق القطار وما بيلقى محل له.
من هيك أنا يعني ما بقول إنه هالعصر أسوأ من قبل. نعم. هيدا غير شيء، العصر غير شيء، بس إحنا ما مفروض ننزل بمستوى الفن تبعنا. نعم. تنماشي يعني الأشياء الهابطة، بالعكس لازم على طول نعطي للأفضل. هلا نحن متطورين كتير، مش بكل شيء متطورين، إنسانيا متأخرين كتير. إنسانيا متأخرين صحيح. بس منحب جراندايزر. إيه أكيد. إيه ما عم نقدر ننسي أبدا، فمضطر تغني لنا شوي. إيه لعيوني. جراندايزر علي 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 بطل فليد، هيا طر يا جراندايزر، عدوك فاحذر، سلح نفسك، ناضل في الدفاع لأجل سلام فوق الأرض في كل الأصقاع، كافح شرا أبطل مكرا فالخطر كبير، هذه الأرض يا جراندايزر كوكب صغير، فيها عطاء فيها حياة والخير كثير، دافع دافع حتى تنال عدلا للجميع والحق المنيع. شكرا سامي كلارك، يعطيك العافية ولا يعطيك الصحة، ودايما تبقى منور شاشاتنا. يعطيك العافية. مرسي كتير ام تي في، وبشكر كتير هالالتفات الحلوة يلي معودين عليها، انه الام تي في على طول بتكون بطليعة تشجيع الفن الأصيل والعودة للأصالي. مرسي لك ريما، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. تابعين عبر الام تي في هالحفل التكريمي الممتع اكيد للسمع وللبصر، واللي اكيد عم بياخذكم مشاوير بعيده بالذكريات طفوله او ذكريات الامس القريب. وهلا بمشوار الاغنيات اللي متابعينه عبر الام تي في وعبر محطه اغاني اغاني اذاعه 98.9 ومحطه تلفزيون، منتقل للصوت ووجه وطله تحمل ملامح ضيعتنا الحلوة اللي الهجرة لأمريكا والبرازيل والغربة ما غيرت لا بالملامح ولا بالمضمون. مشوار طويل وناجح مع الأغنية اللبنانية. اسمنا شباوي لجدادنا، أصنع نغمة عودنا، ربيش الحمر تلالي تشمخ بالعالي العالي، ربيش الحمر تلالي تشمخ بالعالي. عنتر بالصوت، عنتر بالشخصية، وعنتر بالحضور، عنتر الغناء اللبناني لأب عطاية جورج إبراهيم الخوري. سمير حنا من مواليد 1946 قرية كرخ الجزينية. يا قمر لو رحت بعيد شبلي معك حبيبي، بدأ مسيرته الفنية بالعام 1977 بالصدفة خلال غنائه بأحد الحفلات الخاصة، حيث لاحظ موهبته الكاتب اللبناني سعيد فريحة وقرر يجمعه بصباح، وكانت الانطلاقة مع الصبوحة بحفلات السفر. ناوي أصطف هالليلة وبحدى كل العيلة. مع الراحل عصام رجي كانت أول أغنية خاصة بعنوان ما كنت تحني، وتابع سمير حنا مع الأغاني الناجحة قالوا لي دقوا بوابة، يلي مش عارف اسمك، لبسنا شراويل جدودنا، دلوعة اسمك ومعليش الله يسامحك، وأغاني كتار ما بتروح من البال. ابتعد سمير عن الساحة الفنية بلبنان وعيش فترة بأمريكا من 1982 لـ 1994 برصيده أكثر من 120 غنية. دوارة دوارة عم فتش على دارة من دوارة دوارة. سمير حنا مغني اللون الجبلي الأصيل، الابتسامة والصورة القروية اللبنانية اللي لطالما افتقدت الشاشة الصغيرة والمسرح اللبناني. قولي عنك دلوعة للساعة عشرة مفتوحة، وأنا دلفين دلفين دلفين، تاري السماعة مرفوعة، تاري السماعة مرفوعة. أستاذ سمير حنا أهلا وسهلا فيك.
يسعد مساكي ومسا الجمهور ومسا اللي عم بيشوفونا ومسا الام تي في ويلا. اسم الله عليك ما مغير لا بالشكل ولا بالمضمون ولا بالصوت. نشكر الله نشكر الله، هيدي نعمة من الله. واحد إذا كان ماشي بخوف الله بيضله الله معه، ما بيهمه حدا. هيدا شو القلب؟ قلب كبير وبحب كتير. شو؟ بحب كل شيء والله، وخصوصا الجمال. بعرف ايه بعرف. طول عمرك هيك معروف عنك بخبره. معروف ايه شو بدي اعمل، خربت بيتي من ورا المعروف انه الحلوة بتاخذني دايما. شو غيرت فيك امريكا؟ الغربة، برازيل؟ ايه الغربة كانت كبيرة حقيقة، ارتكبت جرم انا بحقي، بحق الغنية اللبنانية انه غبت كثير، بس الحقيقة كان عندنا شغل والتهينا واخذنا الوقت، بس هلا رجعنا بعزم قوي وحضرت اشياء كثير حلوة ان شاء الله. هلا قريبا عندي 8 أغنيات نعم من اجمل الملحنين، من الاستاذ الياس الرحباني، من الاستاذ فيصل المصري، الاستاذ الشويري. وشكرا شكرا سمير حنا. يعني الليلة كانت مساحة للذكريات. نعم. وانت عايش بذكرياتنا، يعني كل غنية غنيتها بتذكرنا بشي، بتردنا لمطرح. اليوم بتشوف الساحة بعد بتساعكن او خايف او متردد؟ يما لا بدك ترجع تفرض نفسك. واحد عنده هالشوارب ومبيت حنة وبيخاف يي شو هيدا يا عمي؟ والله العظيم شغلة ابدا. بعدين طول ما إيماننا كبير بغنيتنا اللبنانية وبلبنان نحن ما منخاف، وبتنضل نغني واليوم وبكرة واللي بعده، وراح تشوف في الأغاني الجديدة بإذن الله شو بدها تعمل. مثل ما غنيت الليلة الليلة، هلأ مسجل الليلة جايلك على اللس من نص الليل وطالع. خلي بيتك مطفي بس خلي لي قلبك والع. هلا مترو حبيبي، هيدا لبنان، كله لبنان هون الليلة، شو بنعمل؟ نعم. شو بيفرق لبنان المقيم عن لبنان المغترب؟ صدقيني بالنسبة للمغترب اليوم بتبلي له قلبه برا بالغنية اللبنانية، بالعتابة، بالميجنة، بهالوقفات، بالشوارب، حتى كلهم بيعتزوا بالشوارب، بينبسطوا هونيك. وبعدين نحن بنركز برا أكثر كمان على التراث. هلا بهالأيام مثل ما حضرتك يمكن شايفي، بس ما عم تقولي، بس انا شايفه وراح اقول انه اليوم نحن بلبنان الحقيقه مثل ما كنت عم بسمع بالاغتراب، وين برحنا من البرازيل لفنزويلا لامريكا لكندا، وين بدك برمنا العالم، يعني ما عادش في محل بقى الا بس نرجع على لبنان، لانه لبنان الاجمل والاحلى. بس يقولوا لنا لك يا عمي شو صايركم؟ ليش عم بيصير هيك؟ بالنسبه للغنيه عم بحكي، مع احترامي لكل اللي بيغنوا. هلا في غنى ناس كثير احلى مني بمليون مره، وانا ماشي على طريق على طريق. الاستاذنا الكبير وديع الصافي، الاستاذ ملحم بركات، الاستاذ الشويري، كل هالشبيبه هيدي اللي كانت وغنت خلتنا نحن كمان انه نختار الطريق الصح ونمشي على الطريق المزبوط. بدنا غنيه لبنانيه، بدنا غنيه تكون من صلب الجبل، ريحتها طيون وزعتر. يا عمي شو بكون؟ ما بعرف شو عم بصير، على كل احوال شو عم بصير؟ مسؤولية يعني مش علي، لأنه في لما جيت شو لقيت؟ يعني شو لقيت على مستوى الغنية؟ لقيت الناس شكلهم تغير، ثيابهم تغيروا، بيوتهم تغيروا، الناس بعدها ناس وبعدهم هن ذاتهم وبعدهم اللبنانية بجننوا على راسي. بس لقيت في فرق بالغنية، لقيت في فرق مش عم بنقوا الغنية يلي هي تصلح. هلا أنا ماني انه انا منزل، لا، بس انا بدي اقول لك كنت عم بسمعه من المغتربين. يعني ناس كانوا، واحد سبني مره قال لي كيف انت قاعد لي هون وهودي عم بيغنوا هيك؟ صدقيني شو عم بقول لك، يعني كثير برا بيتاثروا لانه معودين، تركوا لبنان ايام العتابه والابو الزلف والزغلول وموسى صغيب وهالاغاني الحلوه يعني اللي عم بيلاقوا شيء مغير كثير. على كل الاحوال ان شاء الله لبنان ترجع، بيرجع بحلته الحلوه بالغنيه وبالأمان والاطمئنان، ونرجع كمان ونقوم كلنا بورش كبيرة بغنية لبنانية حلوة إن شاء الله. إن شاء الله. ما حدا عجبك من الشباب والصبايا اللي بغنوا لبناني اللي كمان بعدهم حاملين لواء الغنية اللبنانية؟ إحنا ما قلنا أنه انقطعت، لأنه بلبنان في يعني غزير كتير. أنا عم أقول عن البعض، ناس غنوا وناس هزوا أكتر ما غنوا،
معلش انا يا محلى ملح بركات يعني بالقصة لو نبلش، بس انا ما جيت حتى اعلم العالم شو بدها تعمل، انا بهمني بلدي ضل بالطليعة ومنور. مشان هيك الغنية لازم ترجع النقابة ونرجع. نحن كنا نعمل فحص بالإذاعة اللبنانية بدو يمروا على 7-8 إذا بيقدر يغني ويفتح تمه. اليوم ما حدا عم يسأل، معه قرشين الواحد بيمشي حاله وبيطلع وبيبلش. أنا على كل أحوال في غنية إن شاء الله من بعد ما نزل 8 هيدي بدها تعمل ضجة كبيرة فيها شيء، بس منخليها لوقتها منرجع كمان بالإم تي في منرجع من زيعة ومن أولى. كيف ماريا منيحة؟ ماريا كويسة منيحة الحمد لله معلوم. هلأ جيت نقلت لماريا وعم تفتح لنا جروحنا. ايه طيب في سؤال سألتك امبارح ما رديت، اليوم رح ترد؟ ما بعتقد. لا ما اسأليني بس ممكن. كنت عم بسألك انه هلا عون بعدها حلوة قد ما كانت حلوة؟ عندي سؤال حشري. هلا عون بدأت صارت كانت حلوة وقت كنت انا وياها. ايه. هلا مع جوزة ما بعرف اذا بعدها حلوة ولا لا. هلا انت كنت محليها يعني. يعني انا مني حلو بس انا كثير مهضوم تبريد، شفت كيف؟ فعلا هيك الرجال بشويربوا مش بحلي. يلا اذا بدنا نسمع منك اغنيه انا كثير بحبها ما بقدر يعني خليك تفل من هالسهره بدون ما تسمعني اياها، وبحسك انت عاملها لحدا ما بعرف ليه قد ما مغنيها بصدق. معليش الله يسامحك. معليش الله يسامحك. قل لي طيب مايسترو نهوان الدوع مول معروف نهن. بس قبل عملها لحدا؟ عملها لحدا؟ لكل وحدة حلوة فكرت إنه لإلها، بس الحقيقة إيه في بس هي بتضل بالقلب تجرح. مش تجرح؟ إيه بتجرح زير حقيقية. يلا سمع. يلا بكره علي نمت لا تحدي ولا تزرف دموعك على مخدي ضل اذكري وغني عدقت كاس انحكوا عليك الناس لا تردي لا تردي شو بدي هديك من الالماس قرش الغرام بجيبتي مصدق رح جيب لك هديه هودج من نحاس هديه عطول العمر بتهدي بتنام مرتاح بقبر حساس بتنفذي لي مثل ما بدي بدي بعد ما يدفنون الناس بدي بعد ما يدفنون الناس تروحي على قبري لك تروحي على قبري الصبح بكير 4 دقايق تقضي حداي يا ويلي يا ويلي ولو 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 يا لبنان ولو معليش الله سامحك مش هيك بيكون الوفا حضنتك تري جانحي نسيت المحبة والوفا ما عدت فيه تفكري ولهاك الماضي تذكري ايامنا بنبع الصفا بيني وبينك في ليل حب وذكريات بيني وبينك سهر وقلب وغنيات لا تروحي لا تروحي خلينا نبقى هون على طول لا تروحي لا تروحي خلينا نبقى هون على طول
وما زال بحب ربينا شعبنا تتشافينا نسينا حب الكل حبك كيف بينسينا نسينا حب الكل حبك كيف بينسينا ما زال بحب ربينا شعبنا شكرا شكرا سمير حنا نورت ليلتنا وناطرين ألبومك الجديد تسلمي إن شاء الله خير يا رب يا هلا فيك يا هلا فيك شكرا ليلى مشوار الأغاني والذكريات أخذ كل واحد منا على مطرح على مفرق على محطة على قصة والأم تي في كانت مثل العادة وفية لهؤلاء الفنانين ولذكرياتنا وذاكرتنا كمان حفل هتكريم على الأكيد ما قدر جمع كل الساكنين بذاكرتنا إن شاء الله قريباً نقدر نرجع نشوفهم نحييهم إن كانوا حاضرين معنا أم بذكرياتنا ورحلوا لمطرح تاني من هالكون الواسع بالروح لروحهم منحييهم اللي فلوا بس تركوا بصمة ومجد للغنية اللبنانية إن كانوا مطربين شعراء ملحنين موزعين وغيرهم أبعد من الوقت وأكبر من المطرح تحية من القلب لكل حدا كان معنا بالصوت والكلمة واللحن تصبحوا على ألف خير لكل حدا كان معنا اليوم سمعا وحضورا وكل حدا غنى حس نوجع بكي أو راح بمشوار هالذكريات والأغاني لمطرح ما راح تصبحوا على خير كبيل الكاس كبيل الكاس وعياره طبشيلي كبيل الكاس وعياره طبشيلي وإذا غيري عصدرك طب أقوى أقوى وإذا غيري عصدرك طب أفيكم وتقف على صدرك يا تفريني طبشي لي حلال النوم على صدر الحبايا يا أمي خلصت دروسي وصار بدي عروس حلوة كبيرة ومهيومة بيا عنده فلوس يا أمي خلصت دروسي وصار بدي عروس حلوة كبيرة ومهيومة بيا عنده يا أمي يا أمي يا شحار يا أمي يا أمي خلصت دروسي وصار بدي عروس حلوة كتير ومهيومي بيا عنده فلوس يا أمي يا أمي داخلك يا أمي شطارة بدي اياها من الحارة كلها فتة وشطارة ضعبني عدو برا بيت الياكب كن محبوب ضعبني عدو برا بيت الياكب كن محبوب يا امي يا امي يا شحار يا امي يا امي خلصت دروسي وصار بدي عروس حلوة كتير ومهيومة هيا عنده فلوس يا امي يا امي داخلك يا امي
ياها انوعة مهضومي ما دلوعة بدي ياها انوعة مهضومي ما دلوعة كلمة جوزة مسموعة لو بدو عن نار الدوس كلمة جوزة مسموعة لو بدو عن نار الدوس يا ام يا ام دخيلك يا ام يا امي خلصت دروسي وصار بدي عروس حلوة كتير ومهيومة هي عنده فلوس يا امي يا امي دخيلك يا امي الليلي الليلي يا ويلي بدو يصير كتبوا كتاب على غيري ده كل مزامير الليل الليل يا ويلي شو بدو يصير كتبوا كتاب على غيري ده كل مزامير اكتبها وخلي خيا الحقني هو وميا اكتبها وخلي خيا Bye.